في اربع اسئله انا تقريبا كل يوم بتسالهم في الكومنتات وعلى الفيديوهات، لدرجه انه الناس حسسون ان انا مستعار من بلدي ومستعار من شغلي وان انا مكسوف ارد مثلا. مش عايز اتكلم عن نفسي يا درج. لا بس انا ما قدرتش ارد على كل الناس بشكل شخصي، فقلت اعمل فيديو وارد على الناس دي بشكل عام. اول سؤال، بلدت منين؟ انت من الصعيد بس منين يعني؟ اول من كتب ما السؤال ده تسأل انا حسسوني ان انا مستعار من بلد. ثاني سؤال، بلدت شغالية؟ فادي كل شوية وطالع تصور فيديوهات، برضو حسسوني ان انا مستعار من شغلي. ثالث سؤال، ماري اللي بتصور معاك فيديوهات دي فعلا خطيبتك وانت هتتجوزوا ولا انتوا بين عليكم ما تمثلوا ما تكذبوا عليني؟ والله بين عليكم كذابين. رابع سؤال، انت بتاخد فلوس من اليوتيوب ومن الفيسبوك ومن الفيديوهات اللي انت بتعملها دي ولا ما بتاخدش فلوس؟ فانا قبل ما ابدا واجاوب على اسئله تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو لانه دي اكتر حاجة فيدك انت تقدر تدعمني به واكتر حاجة تفرحني وتشجعني انا اكمل فيديوهات. بحبكم كلكم. ردوا على اسئلة. اول سؤال، مالت من نيع؟ انا من سوهاج ومن مركز البلين. يا ابن اللعيبة انت عبريد. طب انت شغال يا؟ السؤال الثاني والذي يليه على طول، الذي يليه، انت شغال يا؟ واحد مصاحب على علاقة وقشف كخة عزمة طيار. احنا يا جماعة معنا مكتب دعاية واعلان في البليني في شارع الشوني جنب قاعة مزازيك على طول، اسمه العملاق للدعاية والإعلام. احنا شغلنا الأساسي بنعمله وياك كلادنج وحروف بارزة وبنر وفيليكس وفينيل ومنيوهات وكروت شخصية وأي حاجة تخص الدعاية والإعلان. أي حد محتاج شغل هسيب لكم صفحة المكتب في أول كومنت، تقدر تتواصل على رسائل الصفحة، وأي حد رايح محتاج شغل من خلال الفيديو ليه خصم. يلا اتصيح وافضحنا قدام الزباين. مش هقول لكم احنا ارخص سعر ومش ارخص سعر والكلام ده كله، بس الحمد لله وفضل الله شوفوا شغلنا القديم واسالوا عليني وافضل شغل يطلع من عندنا الحمد لله. بالعافية بالعافية. السؤال الثالث، ماري اللي بتطلع معاك في الفيديوهات فعلا خطيبتك ولا ما تشتغلنا وما تمثلوا عليني؟ والله يبان عليك وانتوا كدابين. بصوا يا جدعان، ماري دي كانت بتشتغل موديل وحاليا هي بتشتغل ميك اب ارتست. وللبنات صح هسيب لكم برضو لينك الجروب بتاعها في الكومنتات البنات، بس عشان انا عارف الاولاد تصدق ما تلقى حاجه وتطير. انا بقول لكم كده، هسيب لكم لينك جروبها في اول كومنت، هي بتعمل عروض كثيره وشغل كثير وتقدر تتابعوها. طبعا يا عمي ومين هيشهد العروسه؟ انا اول فيديو عملته مع ماري كان فيديو اعلاني لصالح مجموعه من الناس، كان بيتكلم عن العروسة وطلبات العروسة يوم الفرح، فاحنا الفيديو كان في نفس الوقت هادف وكان معناه انه العروسة يعني تخف على خطيبة شوية في الخطوبات، وكان اعلان لصالح مجموعة من الناس برضو. لما عملت الفيديو ونزلته لقيت يعني فيه قبول من الناس والناس تفاعلت وحبت الفكري. احنا طلعنا عملنا فيديو تاني تعليم السواقة وفيديو الاغاني وفيديو المرور وحاجات، يعني كان فيديو تاني عملناه مع بعضنا. فماري يا جماعة وقفة كانت تطلع معايا، ماري موديل وهو ده شغل يعني مش اكتر شغل وتمثيل. انا هبطلها الشغلانة دي خالص. السؤال الرابع والاخير، انت بتاخد كام من الفيديوهات دي وبتاخده فلوس ولا مش بتاخده؟ بدري حكاوي كتير. هتلاقوا فيديو على اليوتيوب على صفحة على قناتي انا على اليوتيوب بتكلم عن ارباح من اليوتيوب، فتقدروا تدخلوا تسمعوه وتتابعونا على اليوتيوب، وما تنسوش تعملوا مشاركة ولايك وكومنت على الفيديو اللي انتم بتسمعوه دي. واتمنى انه كل الناس اللي سألت تشوف الفيديو علشان تسمع اجابتي، لان انا ما قدرتش ارد على كل الناس بشكل شخصي. منوريني وما تحرمش منكم ابدا يا رب.